شاركتي في هالسنة بوث Reflections Art Gallery. تحت البوث هذا في عدة أعمال فنية، من أعمال الفنية وأعمال الموهوبين، من المواهب المبدعين ومن أصحاب الهمم، بالإضافة إلى المحترفين اللي في البداية ما حصلوا فرصة أنهم يعرضون فعرضوا أعمالهم عندي. الحمد لله كان الإقبال جميل جداً. عارفين أن إحنا مع جائحة كورونا في كان صعوبة، بس الحمد لله مع الإجراءات الاحترازية كان الإقبال، وكل يوم نشوف فيه عدد كبير سواء من الأطفال والكبار والموهوبين واللي حابين يجون المعرض، في إقبال جداً جميل وبشكل منظم.